تحياتي أصدقائي، معكم عنتر من سلك فلسطين. اليوم جايبين لكم عدة تمارين مرتبطة ببعض. في عنا هاي الطابة، بدي أرميها من هاي الإيد لهاي الإيد وأنا بغمض عيني. طيب أنا فتحت، بحاول أغمض عيني. أهمية التمرين هو أنا أكتشف قدرتي، هل أنا قدرت أمسك الطابة أو لا. في حال كان في مدرب أو أستاذ أو حدا بيراقب علي، أنا لازم أنجح. بس الهدف من التمرين إنه مش أمسك الطابة، الهدف من التمرين إنه أنا أتعرف على القدرة تبعتي، كيف أنا حسبت المساحة تاعت الطابة أو المسافة تاعت الطابة اللي رح تقطعها عشان أمسكها بيدي. خلينا نشوف عدة تمارين إلها علاقة بهذا الموضوع وبتتطور شوي شوي عشان تشتغل على أهداف تانية إلها علاقة بالثقة. خلينا نشوف. شخص رح يرمي الطابة بالقاعة، يطلع عليها منيح، بعدين سكر عينيه ويمشي لعند الطابة ويحاول يمسكها بإيده وهو مسكر عينيه. المهم مش إنه الطالب يمسك الطابة، هو ما فزش. المهم بالنسبة إلنا إنه هو يسكر عينيه عن جد ويحاول عن جد إنه يوصل للطابة. التمرين الثاني، شخص مفتح عينيه وشخص مسكر عينيه. الشخص اللي مفتح هو بده يقود الشخص اللي مسكر. طبعا بيقدر يستخدم ارتفاعات مختلفة أو سرعات مختلفة، مهم المدرب دائما يكون حواليهم للحماية والأمان. التمرين الثالث، شخص بسكر عينيه وبيكون في مجموعة بالجهة المقابلة بهذا الشكل. هذا الشخص رح يركض وهو مسكر عينيه لعند المجموعة والمجموعة لازم تمسكه. مهم الشخص يرفع ايده ويكون واضح لهم مين الشخص اللي راح يركض عشان يمسكه. ممكن بعض الحالات يروح الشخص باتجاه تاني، لازم دايما نكون جاهزين. طبعا بكتير من الاحيان احنا بنستخدم عدة تمارين لاهداف مختلفة. التمرين الاول تاع الطابة احنا الهدف منه غير أهدافه كتمرين على الشخص، إنه نمهد لهم للتمرين اللي بعده. بإيش؟ بإنه هو بسكر عينيه. بنفعش أنا من أولها أجي أحكي له سكر عينيك ونط على مكان أو نط من مكان عالي أو أعمل إشي خطير. لا، لازم أمهدها شوي شوي. بالبداية استخدمنا الطابة، بعدين استخدمنا المشي، بعدين استخدمنا الركض. وهيك إحنا بنشتغل على التسلسل بالتمرين والطالب بشعر بالأمان أكثر وهو بيشتغل. إلى اللقاء مع فيديو جديد وتمرين جديد.